الثالثة من التلفزيون المصري، مرحبا بحضراتكم. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة وسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية لهم ولشعوبهم الشقيقة، متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا ينعمون فيه بموفور الصحة والسعادة، ولجميع شعوب الأمة الإسلامية مزيد من التقدم والرخاء والاستقرار. هذا وقد بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى الجاليات المصرية المسلمة في الخارج، كما تلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول العيد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بمزيد من الرقي والرخاء. أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، حيث تعتمد خطوط التأمين على تكثيف الخدمات والارتكازات الأمنية بالحدائق والمتنزهات والمسطح المائي والمنشآت الهامة ودور العبادة والمحاور والميادين والطرق الرئيسية لتوفير مظلة من الأمن للمواطنين. استعدت وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك لبث الطمأنينة في نفوس المحتفلين بهذه المناسبة من خلال تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة للتأمين. تشارك في عمليات التأمين كافة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن لتنفيذ الخطط الأمنية التي تعتمد على نشر الخدمات والدوريات الأمنية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن، مع وضع ارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي، والتي تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين خلال أيام العيد للاستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك. وزارة الداخلية نشرت الخدمات المرورية والارتكازات على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات في ظل زيادة الكثافات المرورية عليها تزامناً مع إجازة العيد. وهذه الطرق مزودة بمنظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لرصد الحالة المرورية وتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري حفاظاً على الأرواح والممتلكات. خطط وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك تتضمن انتشاراً أمنياً موسعاً بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، خاصة بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات، مع متابعة رصد الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات. تمتد الخطة الأمنية إلى نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل، والتي تعد مقصداً رئيسياً للمحتفلين بعيد الفطر المبارك للاستمتاع بالرحلات النيلية، وتهدف إلى ضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط عوامل الأمن والسلامة. إجراءات أمنية متكاملة تنفذها أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق فيما بينها لتحقيق أقصى درجات الأمان للمحتفلين بعيد الفطر المبارك، وهي استمرار لنجاحات وزارة الداخلية في تأمين كافة الفعاليات والمناسبات والاحتفالات التي تشهدها البلاد بكفاءة واحترافية.
أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ 1,580,000 جنيه ومبلغ 14,000 دولار أمريكي مع عزله من منصبه ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن جريمة التربح وحجب السلع عن الأسواق. كما أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها. أكدت حركة حماس أنها تقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، وأشارت في بيان لها أن موقف إسرائيل لا يزال متعنتا ولم يستجب لأي من مطالب الحركة. وأضافت حركة حماس أنها ستدرس المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته خلال جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة وستبلغ الوسطاء بردها. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 33,360 شهيدا و 75,993 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي تقريرها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى استشهاد 153 شخصا وإصابة 60 آخرين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. أفادت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال جثامين 409 شهداء حتى الآن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة ومحافظة خان يونس منذ انسحاب قوات الاحتلال من كلا المنطقتين. وأضافت طواقم الدفاع المدني أن العمل لا يزال جاريا لانتشال جثامين الشهداء من المنطقتين، مناشدة المجتمع الدولي والجهات ذات الصلة بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لعمل الحفر للمساعدة في استخراج جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المهدمة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستكمل القضاء على كتائب حركة حماس بما في ذلك تلك الموجودة في مدينة رفح الفلسطينية. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن يمنعها شيء عن تحقيق هدفها بالقضاء الكامل على حماس. أكدت ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية أن أمن إسرائيل هو في صميم سياستها الخارجية، رافضة بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا لها بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وخلال جلسة الدفاع قالت المتحدثة باسم ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، قالت إن برلين لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز شروط القانون الدولي، مشيرة إلى خضوع إرسال ألمانيا لأسلحة أو عتاد عسكري آخر إلى إسرائيل لتقييم متواصل للوضع على الأرض.
أعلنت تركيا فرض قيود على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل لحين أعلن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضحت تركيا أن القيود ستطبق على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة تشمل الحديد والرخام والألومنيوم والأسمدة ومعدات ومنتجات البناء ووقود الطائرات وغيرها، لافتة إلى أن القرار سيظل ساريا حتى إعلان إسرائيل بشكل عاجل بموجب التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي إعلانها وقف إطلاق النار في غزة والسماح بتدفق ما يكفي من المساعدات الإنسانية بدون أي عوائق إلى قطاع غزة. من جانبها أعلنت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها إسرائيل كاتس اعتزامها الرد على هذه الإجراءات، متهمة أنقرة بانتهاك اتفاقيات التجارية الموقعة بينهما من جانب واحد. نهاية موجز 3 من التلفزيون المصري، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.